شوط أول متوسط، شوط أول ساد فيه الحذر من الفريقين، ظهرت فيه الفرص على استحياء. شوط أول ينتهي بالتعادل السلبي بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر. نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل التحليل الفني مع ضيوف الكرام. أهلا بحضراتكم من جديد. كابتن ماهر، شفت الشوط الأول إزاي؟ أسامة، بعد التجهيزات الجميلة اللي احنا شفناها، الملعب والجمهور والتنظيم اللي على أعلى مستوى، وبعدين احنا نفاجئ ب 45-49 دقيقة دون المستوى من الفرقتين. احنا الكباتن اتكلمنا على جمل تكتيكية وأطراف وضغط على الخصم، ما شفناش حاجة خالص اتعملت من خلال الكلام اللي احنا قلناه. احنا قعدنا نتكلم يمكن أكتر من ساعة على أساس إن قيمة الفرقتين وقيمة اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي وقيمة اللعيبة اللي موجودة في النادي الزمالك. احنا النهاردة قلنا عيد واحتفالية، هنتفرج على كورة تمتع مش جماهير بس المصرية اللي موجودة في السعودية، تمتع كل الجماهير اللي بتتفرج على مباراة القمة. عايز أقول لك كابتن أسامة، النهاردة ما ينفعش 45 دقيقة يبقى عندي تصويبة واحدة بس من السلية في الدقيقة 5 على المرمى، بتخبط في المدافعين وبتطلع ركنية. يعني مهارة من ضمن المهارات ما تقررتش بقى في الشوط مثلا إلا مرة واحدة. الأطراف، لما اتكلمنا على الأطراف والمجاميع اللي احنا قلنا هنخترق من خلالها وهنبدأ يبقى عندنا مساحات، ما شفناش حاجات من العمق، ما شفناش هروب من الرقابة كهرباء. عكس نادي الزمالك بيعملوا حاجه يا اسامه هي اللي اديتهم ثقه يمكن في بعض فترات المباراه، الباص والتحرك. يعني حتى احنا كلنا واحنا قاعدين بنقول ايه، حتى لما بنقطع ونستحوذ ايه، باصي 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 باصي، الباص ده اسامه بيدي لك نوع من الثقه، مع التحرك بيخلق لك مساحات بعد كده وبتبدا الجمل التكتيكيه. لكن واضح ان نادي الزمالك عندهم تعليمات من بدايه المباراه ان في رقابه للعيبه النادي الاهلي موجوده في نص الملعب، ويمكن الاستحواذ والكره الثانيه دفاعيا وهجوميا قدروا هم يسيطروا فيها بشكل كبير. كابتن شريف، شوط اول على غير المتوقع، كله توقع انها تكون مباراه حلوه، مباراه هجوميه، في نزعه هجوميه من الفرقتين، لكن من الواضح ان الفرقتين يعني في حذر كبير، حتى اللعب متمركز في وسط الملعب زي ما كابتن ماهر قال، الفرص على استحياء تسديده هنا وتسديده هنا. هو انت عشان يكون عندك فرص، كنا بنتكلم في العرضيات، لا يوجد اي تاكتكس للعرضيات. انت اذا كنا نتكلم على الاهلي خصوصا والزمالك بيحاولوا يخشوا من العمق، هنا بيحاولوا يستغلوا زيزو، وهنا بيحاولوا يعملوا لغه بين حسين الشحات وكهربا وامام عاشور. التحضير لا يوجد، انت شايف ان الملعب مفتوح كله، فكل لعيب طامع ان هو يعمل اكبر مساحه ويجري بيها عشان يبقى في الملعب الناحيه الثانيه. طب ما هو بعد ما بيبقى في الملعب الناحيه الثانيه مفيش حتى سويتشات بتحصل عشان يديله حريه التمرير اللي هي بتبقى الخطره وكده. وفي نفس الوقت الاجناب، انا بتكلم عن النادي الاهلي، مفيش خطوره في الاستحواذ كمان. لما بيجي لك كره بلان بي، الناس لسه بتفكر هتعمل ايه، مش من اللمسه الواحده اللي هي احنا قلنا لو بصينا او عملنا تحضير ثلاث كرات صح هيبقى ان عندنا فاعليه وعندنا خطوره جامده جدا، منها تصويب، منها عرضيات، منها مواجهات للمرمى. اجمل ما في الشوط الاولاني الحقيقه الجماهير واجواء المباراه. بيني وبينك يعني الجماهير عامله حاله للفرقتين لما بيستلموا الكوره والصياح والكلام من ده، ما اعرفش، بيدوا دفعه جامده جدا لكل واحد معاه الكوره. كل واحد معاه الكوره لازم يكون عنده اسلوب تنفيذ. هتكلم على فرقتي انا. انا فرقتي محتاجه لحد دلوقتي، يمكن انا وانت اتفقنا، امام عاشور ده لازم يبقى ضابط ايقاع في مروان عطيه، لازم يبقى ضابط ايقاع عندي في اللغه اللي هي تحت الكره على طول، وبينقل من الحاله الدفاعيه للاطراف والحاله الهجوميه. ان النهارده السوليه هايل، ولكن انا مش حاسس بنتفت خالص الحقيقه. نفس الشيء بالنسبه للجناح الايمن بتاعنا بيرتشتاو، بدون هويه يعني، بدون تفكير، بدون بلان، بدون يستلم الكره ويروح. انا ما بحبش الوينج اللي يستلم الكره بص ليه بيرجع لي الكره للباك رايت تاني او للديفندر بتاعي تاني، بيهد لي كل التحضيرات اللي انا وصلت بيها لهذا المكان. فلابد، مش حكايه ان احنا بنتكلم في التغييرات فقط وكلام، لابد من وجود نوعيه لعيبه في هذا الاداء اللي انا شايفه النهارده يبقى مثمر بالنسبه لي وعندي.
عندي طيب هنشوف عندي مع عندي رضا سليم عندي ناس كتير قوي كابتن عادل. ممكن كولر من بدايه الشوط الثاني يستعين بدكه البدلاء ونشوف تغييرات ولا هي يعني هيستمر الوضع كما هو عليه بالنسبه للعيبه الموجوده في الملعب؟ بص يا كابتن اسامه اذا اردت انك تعدل الشوط عن الشوط الاولاني فيجب انك لازم تغير ما فيهاش مقر. مين ابرز اللعيبه اللي ممكن انا يعني انا عايز اقول لك حاجه، لازم يحصل تعديل فوري في نص الملعب، ينزل مروان عطية من مكان كريم نيدفيد ده رقم واحد، ينزل رضا سليم مكان بيرسيتاو في البداية، وبعدين بعد شوية ممكن عندك خيارات أخرى، ممكن طاهر مكان كهربا، ممكن مودتس في الآخر، لكن أنا برجح طاهر في الأول يعني أنه ينزل مكان كهربا، لأن أنت عندك مشكلة كبيرة أوي في نص الملعب. هل التغييرات أنت بتقولها دي من بداية الشوط الثاني ولا يستنى؟ لا لازم من بداية الشوط الثاني، لأني أنا كنت جاي لك في حاجة مهمة جدا، مشكلة نادي الأهلي النهاردة عدم اللي هم اللعب الهرمي اللي هم بيطلعوا بالكورة زي الزمالك، مش كويس عن الأهلي في الشوط الأول، لأن الزمالك بس بيعرف ينقل كورة ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة، فما فيش ضغط عشان ما فيش مروان عطية، نقول التلاتة بتوع نص الملعب بيحلقوا ما بينقضوش عشان يقطع الكورة. فإذا أردت أنك تعمل كده لازم تنزل بالتغييرات دي. الحاجة التانية المهمة عندك رضا سليم عنده سرعات، بيرسيتاو يعني أنا حاسس أنه مجهد أو حاسس أنه هو خارج ذهنه الشارد الفترة بعد ما رجع من كأس الأمم الأفريقية، فيستعين برضا سليم. رضا سليم عنده سرعات وعنده سرعات جيدة جدا أنك تقدر تسحب فرقة الزمالك، لأنك أنت طول الوقت الكرة التانية مش بتاعتك. رقم ثلاثة الحتة بتاعت الـ 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 الانتشار مش جيد. عندك إمام عاشور بيلعب عند الطرف الشمال أكتر من نص الملعب، متواجد يعني بره اللعب. السلية بيتواجد قدام شوية بين تحت الفرقة فبيبقى بره اللعب. فالمشكلة الكبيرة إنك لازم ما تستناش عن التغييرات، لانك عندك خمس تغييرات، انت ابدا بالاثنين دلوقتي عشان كمان يبقى عندك ثلاث توقفات كمان. تمام. كابتن بلال تتفق مع الكابتن عادل في اللي بيقوله مارسيل كولر يبدا الشوط الثاني بتغييرات بين الشوطين؟ قال ابرز التغييرات رضا سليم ومروان عطيه. تتفق معاه في الراي ولا ليك راي اخر؟ شوف يا كابتن، يعني مشكله الاهلي النهارده تتلخص في نص الملعب في التحضير. انت النهارده مش قادر تحضر، فبالتالي مش قادر تمتلك الكوره، فبالتالي مش قادر تعمل تبني هجمه جيده تمام وتصنع هجمه منظمه من اول اللعب. انت عندك مشكله كبيره جدا في نص الملعب. تمام. اذا وجهه نظر الشخصيه عشان تحل الازمه دي لازم يبقى في لعيب عندك بيقدر يشتغل مع الاثنين السنتر باكس والاثنين الظهريه الجنب، ويبتدي يستلم الكرة ويبتدي يخرج يطلع اللعيبة. فأنا وجهة نظر الشخصية أن كريم نيدفيد يغير، يلعب إمام عاشور مكان كريم نيدفيد تمام في رقم 8 هو السلية، وينزل مجدي قفشة عشان تقدر تستحوذ. انت محتاج انك تستحوذ شويه. انت النهارده الجيم مفتوح، انت فاتح يعني الجيم عامل ستريتش وينزل مجدي قفشه يبقى هو البلاي ميكر، ويلعب امام عاشور ويلعب السلية الاثنين يلعبوا على الدايره وقدامهم مجدي قفشه. دي وجهه نظر الشخصيه. انا مش شايف ضغط جامد جدا من فرقه الزمالك انك تخليك انك مضطر انك تلعب باتنين ستة واحد قدامهم. بس ما بيقطعوش يا بلال. انا معاك. بص انا معاك يا كابتن، انا معاك، بس انت مشكلتك النهارده في ايه؟ مشكلتك مش في اللي بيقطعه، انت مشكلتك في صناعه اللعب. انت عندك مشكله كبيره. انت ما بتعرفش تقطع عشان تاخد الكوره عشان تلعب. انت عايز تعمل تغييرتين، تعمل مروان ومجدي قفشه الاثنين علشان وقتنا ايا كان اللي هيعمله مستر كولر في الشوط الثاني. نتمنى له التوفيق، نتمنى لعيب النادي الاهلي التوفيق، يكون في سيطره وشكل افضل ان شاء الله في الشوط الثاني، يعني تترجم لاهداف للنادي الاهلي. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نشوف حضراتكم بعد نهايه اللقاء.